المشكلة ليست اقتصادية في المقام الأول، على الأقل هذه هي رسالة جموع الفلسطينيين. والأوضاع في غزة يعني يتصور أو يتأكد الكثيرون بأن المشكلة الاقتصادية كبيرة جدا في القطاع، ورغم ذلك فإن الرفض الشعبي يأخذ شكل إضراب شامل. ضعينا في تفاصيله نيفين. نعم، يعني اليوم عم الإضراب الشامل في كافة مدن ومحافظات قطاع غزة، المؤسسات الحكومية، الوزارات والقطاع الخاص أيضا والبنوك، الجميع أغلق أبوابه اليوم رفضا لورشة المنامة في البحرين. والفصائل الفلسطينية تتحضر مساء هذا اليوم لعقد مؤتمر وطني سيضم كافة القوى والفصائل الفلسطينية داخل قطاع غزة، والتي جميعها أجمعت على موقف واحد وهو رفض ورشة البحرين والتي ستبدأ فعالياتها مساء هذا اليوم. والرفض يعود حيث تقول الفصائل أن هذه الورشة لها خبايا سياسية بعيدا عن ما يطرح من خطة اقتصادية. تقول الإدارة الأمريكية أنها تهدف إلى تحسين الاقتصاد الفلسطيني، وتقول الفصائل أنه الأولى اليوم تقديم خطة سياسية قبل هذه الخطة الاقتصادية كي تنهي الاحتلال والذي هو السبب في هذه المعاناة الاقتصادية للفلسطينيين، وآن الأوان لأن يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورفعه عن الأراضي الفلسطينية وإنهاء الحصار تحديدا أيضا عن قطاع غزة وأيضا عدم شرعنة الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية، وعلى إسرائيل أن ترفع يدها عن كافة الموارد الفلسطينية، وبذلك يستطيع الفلسطينيون أنفسهم بعد إنهاء الاحتلال النهوض بهذا الاقتصاد عبر الموارد التي سرقتها إسرائيل. اليوم يتم مقايضة الفلسطينيين بين حقوقهم السياسية مقابل أن يتم إعطائهم حقوق مالية أو حقوق إنسانية، وهذا مرفوض من قبل الفصائل الفلسطينية التي تقول أنه اليوم لا لبيع فلسطين مقابل بعض الإغراءات المالية وبعض المشاريع الاستثمارية، خاصة أن هناك رفض من قبل السلطة الفلسطينية لهذه المشاريع. الجميع يتساءل لو فعليا تم طرح عدد من هذه المشاريع في مخرجات ورشة البحرين، كيف سيتم تطبيقه على الأرض في ظل الرفض الفلسطيني لها؟ وبالتالي تقول الفصائل أن اليوم ما يتم أو ما سيتم مناقشته في ورشة البحرين هو يتماهى مع ما قاله قديما نتنياهو بأنه لن يتم إعطاء حقوق سياسية للفلسطينيين، ولكن سيتم إعطائهم بعض الحقوق الاقتصادية والإنسانية والمالية، ولن يتم إنهاء الاحتلال ورفعه عن الأراضي الفلسطينية. الفصائل اليوم تؤكد على رفضها الكامل لهذه الصفقة، وتقول أنها صفقة مشبوهة، والأولى أن يتم في البداية تقديم الخطة السياسية ثم تقديم خطة اقتصادية بعد انتهاء الاحتلال أو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. الفعاليات ستستمر داخل قطاع غزة مساء هذا اليوم، سيكون مؤتمر جامع لكافة الفصائل، ويوم غد الأربعاء أيضا سوف تستمر هذه الفعاليات، سيكون يوم غد مظاهرات كبيرة في قطاع غزة ستنطلق من مقر الأونروا وحتى مقر الأمم المتحدة، إضافة إلى مؤتمر عشائري وفصائلي في مخيم ملكة شرق مدينة غزة وهو التابع لمسيرات العودة. وأيضا هيئة مسيرات العودة أكدت على رفضها لهذه الورشة، وأعلنت أن الجمعة القادمة وتظاهرات يوم الجمعة القادمة في المسيرات سيتم إحياؤها تحت عنوان فليسقط مؤتمر البحرين، وهذا يدلل على الرفض الفلسطيني الموحد لهذه الصفقة. وربما اليوم لأول مرة منذ 12 عاما الفلسطينيون المنقسمون يتوحدون في قرار واحد وهو رفض هذه الورشة. وبالتالي كانت الدعوات لأن يتم هناك خطوات عملية بعيدا عن الشعارات حتى يتم مواجهة هذه الورشة، بدءا من انتهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس تشريعي منتخب، وما يتم بعد ذلك تشكيله من حكومة موحدة أن تبدأ هي بمواجهة الصفقة على الأرض. سنبقى